بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. نقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشى فليس مني. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. الصبرة هو الطعام إذا جمع فوق بعض فجعل على هيئة مكبوب بعضه على بعض، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، أي أن هذا الطعام الذي جعل، المراد بالطعام يعني الحب، كانت قد أصابته مطر من السماء فجاءه البلل. والطعام إذا أصابه البلل كان عيبا فيه، فجاء صاحبه فجعل على الظاهر منه الجاف السليم وجعل المبلول أسفل منه. وربما كانت هذه الصبرة صغيرة وليست بكبيرة، لأنه لو كانت كبيرة فإن المبلول سيكون أقل مما سيصيب لو كانت الصبرة صغيرة. قال: فنالت أصابعه بللا، أي وجد في داخلها البلل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني جاءه مطر من السماء فبلله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام، أي جعلت المبلول فوق الطعام، كي يراه الناس، من غش فليس مني. هذا الحديث فيه أصل عظيم من أصول الدين، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وكون المرء إذا كان غاشا أي نوع من الغش، وأيا من كان المغشوش مسلما أو غيره، فالأمر فيهما سواء، لأن اللفظة مطلقة، من غش مطلقة. فليس مني أي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه ليس مني أي ليس مهتد بهدي ولا مستن بسنتي. وقيل إنه ليس مني أي ليس سائرا على الطريقة السوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه ليس مني أي ليس داخلا في شفاعتي يوم القيامة، وهذا خطير. وهناك أفعال خطيرة كثيرة جدا جاء النبي صلى الله عليه وسلم البراءة ممن فعلها، مثل براءته صلى الله عليه وسلم ممن جلس على مائدة يدار عليها الخمر، وغير ذلك من الصور. فالغش أمره خطير، ومهما كان المغشوش أو نوع المغشوش فيه فإنه داخل في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه أيضا أن فيه إثبات لخيار العيب، فإن غش الطعام بهذه الهيئة هو نوع من أنواع العيوب. والقاعدة عندنا أن خيار العيب يخير المضرور فيه بين أمرين، بين ثلاثة أمور: إما بين الفسخ، وإما بين الإمضاء، وبين أخذ الأرش. فالأرش يثبت في خيار العيب، ولكنه لا يثبت في خيار التدليس، ولا يثبت في خيار الغبن فيأخذ الفرق بين السعرين، لا، إنما يثبت فقط في خيار العيب الذي هو هذه الصورة. وأما في غيره من الخيارات فإنه ليس من الخيار له، وإنما يكون تعاقدا رضائيا بين الطرفين فيكون صلحا، كأنه إنشاء عقد جديد، فهو فسخ مع إنشاء عقد جديد. وأما هنا فهو الخيار له وحده دون صاحبه. ذكر الفقهاء هنا صورة، قالوا: لو قلبه فكان الأعلى هو الماء المبلول الذي أصابه الماء وفيه البلل، والأسفل هو الجاف. فقالوا: في هذه الحالة لا يثبت الخيار، لأن الظاهر أقل وأسوأ وأردأ من الباطن، وإنما يثبت الخيار لو كان المخفي هو الصفة الحسنة، هو المخفي هو الصفة السيئة لا الحسنة. الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. نعم، هذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قوله من حبس العنب يعني جعله في مكانه، يعني في شجره، وانتظر به، لم يبعه عنبا مجنيا مباشرة بل جعله في مكانه. أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، يعني قصده أن يأتي الخمارون فيشتروه منه. فقد تقحم النار على بصيرة. المصنف لما ذكر هذا الحديث قال إن الطبراني قد رواه بإسناد حسن، وفي قوله رحمه الله تعالى نظر، فإن عددا من أهل العلم المحققين كأبي حاتم الرازي حكم بكذب هذا الحديث، لأنه قد تفرد به عبد الكريم بن عبد الكريم وهو متهم في روايته، ولكن يعني المصنف رحمة الله عليه يعني حسن هذا الحديث. هذا الحديث يدلنا على أصل عظيم وهو مراعاة المقاصد في العقود، وهذا الأمر كما قلت لكم دائما مراعاة المقاصد يعملها أكثر المذاهب هم الحنابلة والمالكية، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة ونحو ذلك من الأمور. والدليل عليه هذا الحديث وما في معناه من باب سد الذرائع. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان والحاكم وابن القطان. نعم، هذا الحديث أصل من أصول الأحكام الشرعية، حتى قيل إنه من الأصول التي يبنى عليها الكثير من الأحكام، وهو ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. هذا الحديث نقل المصنف أن البخاري وأبا داود رحمة الله عليهما ضعفاه، وقد قال أبو داود: إسناده ليس بذاك. وقد تبع أبو داود رحمة الله عليه الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد قال: ما أرى لهذا الحديث أصلا، ليس له أصل بالكلية. وهذا يدل على تضعيف الأئمة كأحمد وأبي داود والبخاري لهذا الحديث، وإن كان بعض المتأخرين نسبيا بعدهم، يعني بعد هؤلاء الأئمة كابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن القطان والحاكم قد صححوا هذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت لكم هو أصل من أصول التي بني عليها كثير من الأحكام، ومن أهم الأحكام التي بنيت عليها المسألة التي ذكرت لكم قبله، وهو أن نماء البيع المنفصل يكون ملكا للمشتري في مدة الخيارين إن فسخ العقد. في مدة الخيارين إذا فسخ العقد فإن المبيع يرجع للبائع، أليس كذلك؟ بعد ذلك إذا ترتب على هذه السلعة نماء فإن كان متصلا فهو ملك للبائع، لأن التابع تابع متصل بأصله، وإن كان منفصلا مثل قالوا كسب الكسب ومثل اللبن كسب العبد مثلا واللبن ونحو ذلك من الأشياء المنفصلة والثمرة وهكذا، فإنها تكون ملكا للمشتري مع أن العين مآلها للبائع لما فسخ العقد. فنقول لأنه كان في هذه الوقت في وقت الخيار في ضمانه هو حينما قبض هذه العين، فالخراج وهو النتاج المنفصل له لأنه ضامن لها. إذن الخراج يكون تابعا للضمان. هذه من أثر الصور المتعلقة بهذه المسألة، ويتعلق بها عشرات الصور في الغصب. كل يد يعني، وكانت اليد ليست عادية مثل العارية مثل غير ذلك من الأمور المستأجر وهكذا، فإن الخراج يكون له بضمانه. سيأتي معنا إن شاء الله استئجار الدابة. يبقى مسألة أشرنا لها قبل، وهي قضية تعارض هذا الحديث مع حديث المصرة، وأشرنا لكيفية الجمع بين هذين الحديثين. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلى النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه.
وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. نعم، هذا حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أضحية، فاشترى بها شاتين، فباع إحدى هاتين الشاتين بدينار بنفس المبلغ الذي باع أو اشترى أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال رواه الخمسة إلا النسائي، وجاء في بعض الروايات أنه يعني جاء في ضمن حديث، وهو الذي كما ذكر المصنف قال وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. من النكت أن أحد المشايخ يقول في عام قبل الثمانين، تقريبا أول الثمانين 1380، يقول كنا نقرأ هذا الحديث فأشكل علينا في المدينة، والمشايخ المعروفين يقول فأشكل علينا هذا الحديث أين نجده، يقول فبحثت في البخاري فلم أجد هذا الحديث، فذهبت للشيخ عبد العزيز، طبعا قبل أن تأتي الكتب التي تخرج الأحاديث ومواضعها، فالطبعات القديمة لا يوجد فيها تخريج، قال فذهبت للشيخ عبد العزيز فقلت له أين أجد هذا الحديث، فإني لم أجده في البخاري وأظن ابن حجر واهما، قال لا بل هو في الموضع الفلاني فإنك ستجده، قال فرجعت فوجدته كما قال. والذي حدثني بهذه الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وهذا يدل على أن العناية بالحديث وقراءته تجعل الشخص يستظهر المواضع، والشيخ عليه رحمة الله كان مستظهرا لكثير من مواضع صحيح البخاري. المقصود أن هذا الحديث فيه دليل على مسألتين، أو فيه حكما. الحكم الأول أن عروة رضي الله عنه اشترى بدينار واحد شاتين، وقد كان مأمورا أن يشتري شاة واحدة. والحكم الثاني أنه باع الشاة الثانية مع أنه لم يؤمر بالبيع مطلقا. واضح الفرق بين الصورتين؟ الأولى طلب منه أن يشتري شاة ولكنه اشترى شاتين، والثانية أنه باع ولم يؤمر بالبيع. والفقهاء يفرقون بين الحكمين، وقد ذكر التفريق بين الحكمين ابن رجب، فذكر أن فرقا بين الثنتين. نبدأ بالحكم الأول، وهو شراء عروة رضي الله عنه لشاتين بدلا من أن يشتري شاة بدينار. مشهور المذهب أنهم يقولون يصح أن يشتري شاتين بشاة واحدة، لكن بشرط أن تكون إحدى الشاتين تساوي شاة بدينار، وبناء على ذلك فإنه يكون قد وفى له بما التزمه ووكله به. يعني لنقول مثلا إن الشاة التي تكون بدينار، لنقول إنها من النوع الفلاني ثني مثلا، فالشاة التي بدينار التزم بشرائها لكن بنصف دينار، إذن صح البيع. والنصف الثاني هو شراء فضل فصح البيع، إذن لا ينزلون هذا الحديث إلا على صورة واحدة. وانتبه لهذه الصورة، أنه يشتري بالدينار ما طلب منه ويشتري زيادة عليه فضلا، هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية يقولون لا، إن الوكيل ومن في معناه حكمه إذا خالف شرط الموكل وما وكله فيه حكمه حكم الفضولي، فيصح كل تصرف منه بشرط إجازة الأصل. الرواية الأولى يقول لا، تصح بدون إجازة ولازم له هذا البيع، بس بالشرط أن يكون المشترى هو ما اشترط. ومن الرواية الثالثة يقول كل تصرف يصح لكن بشرط الإجازة. هذا الفرق بين الثنتين، فهم مضيقون من جهة، موسعون من جهة. موسع من جهة أن كل البيوع تصح سواء كانت نفس المعينة أو غيرها. الأمر الثاني أنهم قد ضيقوا بجعلها كلها معلقة على الإجازة، أما المذهب فلا تصح إلا واحدة، وما عدا ذلك فلا يصح العقد أصلا ولا يكون معلقا على الإجازة. هذه المسألة الأولى، وهذه المسألة من المسائل المهمة التي طال فيها النظر ويكثر فيها الكلام، وهي مسألة تصرف الفضولي. والحجة في الاستدلال على صحة التصرف الفضولي وهي الرواية الثانية هذا الحديث. وأما على المذهب فعرفنا توجيههم لهذا الحديث، فإنهم يرون أنه ليس تصرفا فضوليا بل هو تصرف بما أذن له فيه ولكنه زاد فضلا، ولذلك قالوا إنه لا يقاس عليه غيره. العقد الثاني
كونه باع إحدى الشاتين بدينار. ذكر ابن رجب أن في المذهب طريقتان، أو أن في المذهب طريقتين. الطريقة الأولى جعل البيع الثاني حكمه حكم التصرف الفضولي، فإذا قلنا إن حكمه حكم التصرف الفضولي، إذن على الرواية مشهور المذهب فإنه لا يصح بيعه الثاني، باطل. صححنا شراءه لكن لم نصحح بيعه على المذهب. وعلى الرواية الثانية يكون صحيح بيعه، لأنهم يجوزون تصرف الفضول مطلقا، ما أذن له فيه وما لم يؤذن له فيه. وهذا هو المعتمد، هذه الطريقة هي المعتمدة عند المتأخرين. وذكر أن بعض المتقدمين من المذهب قالوا لا، بل إن البيع الثاني صحيح مطلقا، سواء صححنا بيع الفضول أو لم نصححه، ولكن هذه الطريقة ليست هي المعتمدة من المذهب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث معلم من جهتين، من جهة شهر بن حوشب والكلام فيه معروف، وأيضا محمد بن إبراهيم الباهلي، ولذلك الأئمة ضعفوا هذا الحديث، منهم الحافظ ومنهم ابن القيم، فقد قال ابن القيم إن هذا الإسناد لا تقوم به الحجة. وممن ضعف هذا الحديث أيضا الزركشي وابن رجب وغيرهم. ومع ضعف هذا الحديث إلا أن جمل هذا الحديث صحيحة، إما نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا معنى من حيث النهي عن بيوع الغرر. ولذلك لما أورد البيهقي هذا الحديث قال إن هذا الحديث وإن لم يثبت، يعني ضعيف لهذا الحديث، قال إلا أنه داخل في النهي عن بيع الغرر. فكثير من جمل الحديث ستمر معنا إن شاء الله، وذلك سنرجئها، ثبت الحديث بها. أول جملة في هذا الحديث أنه نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وستأتي، وعن بيع ما في ضروعها أيضا سنتكلم عنه بالتفصيل بعده. قال: وعن شراء العبد وهو آبق، فلا يجوز شراء العبد إذا أبق من سيده. وفي معناه الدواب إذا شردت من صاحبها فإنه في هذه الحال لا يستطيع تسليمها، وعندنا قاعدة أن من شروط البيع أن يكون مقدور على تسليمه. قال: وعن شراء المغانم حتى تقسم. المراد بشراء المغانم أي من آحاد الناس لا من ولي الأمر، ذكر ذلك ابن رجب وغيره في الاستخراج لأحكام الخراج. فالمقصود بشراء المغانم من آحاد الناس، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لا يجوز شراء المغانم قبل قسمتها من ولي الأمر، سواء كانت قد قبضها هذا الشخص أو لم يقبضها، فالحكم فيهما سواء. إن قد يقبضها وتكون في يده أمانة ليست ملك، لأنها قبل القسمة لا تكون ملكا له ولو كانت في يده مقبوضة، فالعقد فيها باطل. والسبب في النهي عن بيع آحاد الناس المغانم قبل أن تقسم قالوا لأنه باع ما ليس عنده، ما ليس عنده أو ما ليس في ملكه، كما سبق معنى التفريق بين هذين اللفظين. قال: وعن شراء الصدقة حتى تقبض. سبق معنا في القبض أن القبض أحيانا يكون شرطا لصحة الملك، ويكون شرطا أحيانا لاستقرار الملك وهو في الهبات والصدقات، ويكون شرطا لنقل الملك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقة قبل أن يقبضها المتصدق عليه الفقير ومن في معناه كالساعي وغيره، لأن الساعي نائب عن الفقير. ففي هذه الحالة نقول إن النهي لأحد سببين: السبب الأول عدم استقرار الملك، فإن الملك لا يستقر في الصدقات والهبات حتى تملك. والسبب الثاني هو ما سبق معنا ذكره قبل، وهو نهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لأن قلنا إن القبض ثالثا يكون شرطا لنقل الملك في المبيعات، إما أن يكون شرطا في صحة البيع وهو الصرف، أو شرطا في استقرار الملك وهو الهبة، وإما أن يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر البيوعات، وسبق الحديث عنها في الدرس السابق. قال: وعن ضربة الغائص. المراد بالغائص هو الذي يغوص في البحر، فيأتي شخص لآخر يغوص يقول: وأنت غوص، الذي ستخرج به اليوم سآخذه بألف، سواء كان المرء يغوص ليصطاد سمكا أو كان يغوص ليصطاد لؤلؤا. وقد كان حينما كان الناس يصطادون اللؤلؤ ليقول كذا، يقول له هذا الشيء: أنت اليوم
ما ستخرجه فهو لي بكذا، سواء عملت ساعة أو ساعتين أو عشرة، فهو ليس من عقود الإجارة. عقود الإجارة شيء آخر على الوقت، محبوس الوقت، وإنما قال ما تخرجه كائن ما كان. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لأن الغائص إذا اصطاد اللؤلؤ قد تملك اللؤلؤ بحيازته، لأن المباحات تتملك بالحيازة، فيكون قد ما باع ما ملكه بيعا غير ثابت، مجهول أولا، وثانيا قبل تملكه له. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن صواب وقفه. نعم، ذكر هنا حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، أي من بيوع الغرر. قال رواه الإمام أحمد، وأشار أي الإمام أحمد إلى أن الصواب وقفه. وهذا الذي نقل المصنف أن الإمام أحمد قد أشار إليه هو ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، أن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث، يعني لا تشتروا السمك في الماء، قال حدثنا به هشيم عن يزيد، يقصد يزيد بن هارون، ولم يرفعه، أي فلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أحمد قد مال إلى أن الوقف هو الأصوب، وهو كذلك. طبعا هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال مرفوعا، إلا أنه قد انعقد الإجماع على العمل فيه على العمل به في الجملة، حكى ذلك ابن قدامة رحمة الله عليه. والعلة في النهي عن بيع السمك في الماء قالوا لأنه غرر، لأنه لا يقدر على التسليم، فالغرر إما ليكون للجهالة، وإما لعدم القدرة على التسليم، أو لعدم الملك، فهذه من صور عدم القدرة على التسليم. والفقهاء يقسمون بيع السمك في الماء إلى قسمين، يقولون إذا كان السمك في مكان مفتوح كالآجام وغيرها الكبار هذه، فإنه لا يصح البيع لعدم القدرة على التسليم ولعدم معرفة نوع السمك. قالوا ولكن إذا كان في البرك الصغيرة والعلب الصغيرة وأمكن تمييز نوع السمكة، ومثل هذه البرك الصغيرة يمكن الصيد منها، مثل ما هو موجود الآن في مطاعم الأسماك، بعضها يقول اختر السمكة التي تريدها ونصطادها لك، فإنهم يقولون يصح لانتفاء العلة. ففقهاؤنا رحمة الله عليهم فرقوا بين صورتين وجعلوا هذا الحكم معللا، فليس كل سمك في الماء لا يصح بيعه، وإنما يختلف من حال إلى حال بحسب القدرة على التسليم وإمكان تمييز السمك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوفا، وكما ذكر المصنف فإن البيهقي ضعف المرفوع ورجح الموقوف. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، أو حتى تطعم، يكون أي تطعم بمعنى أن يكون لها طعم، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها بالتفصيل. قال: ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. وذكرت لكم أن هذا الحديث في إسناده مقال مرفوعا. هذا الحديث فيه جملتان: بيع الصوف على الظهر، واللبن في الضرع. نبدأ بأولى هاتين الجملتين، وهو بيع الصوف على الظهر. الحقيقة أن بيع الصوف على الظهر مشكل فقها، لأن فقهاءنا رحمة الله عليهم أخذوا بهذا الحديث فقالوا إنه لا يجوز، وهذا مشهور المذهب، لا يجوز بيع الصوف على الظهر مطلقا، سواء كان معلوما أو غير معلوم، يعني يرى أو لا يرى، وسواء كان بشرط جزه أو بدون شرط جزه، لا يجوز مطلقا، لأن الحديث يدل على ذلك. استشكل هذا الرأي بعض الفقهاء ومنهم الخلوة في حاشية على المنتهى، فقال: ما الفرق بين بيع الصوف على الظهر بشرط جزه وبين بيعه مجزوزا؟ نفس الشيء، فالعلم موجود بنفس الشيء، والصفة موجودة بالرؤية. وما الفرق بين بيع الصوف على ظهر الغنم بشرط الجز وبين بيع الزرع قبل بدو الصلاح مع شرط الجز؟ يقول: فيبحث عن فرق، لم أجد فرقا. فإلحاقه بالممنوع الذي لا شك في منعه، وهو بيع الصوف على الظهر إذا كان غير معلوم أو من غير شرط الجز
كان يأتي شخص لشخص آخر يقول شوف إنتاجك من الصوف هذه السنة سأخذه هذه الغنم الخمس، سأمر بعد شهرين آخذها، قد يكون بعد شهرين تطول، قد لا تطول، قد يكون فيها مرض، يعني في أسباب كثيرة جدا قد تؤدي. نعم الصورة هذه لا شك في حرمتها، لكن الصورة الثانية محل إشكال. ولذلك فإن فقهاء المذهب إعمالا لظاهر الحديث منعوا منه. والرواية الثانية في المذهب التي اختارها ابن القيم أن الحديث إنما هو محمول على الصورة الأولى دون الصورة الثانية، فيجوز بيعه إذا شرط جزه، ووجه بيع الصوف على ظهر الغنم إذا علم بمن كان مرئي يعني منظورا إليه واشترط جزه في الحال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، قال إن هذا الحديث يعني حديث ابن عباس لو صح النهي فيه لوجب القول به ولم تسع مخالفته. هذه عبارة ابن قيم، وجب القول به ولم تسع مخالفته، ولكن يقول لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول توجيه لهذا الحديث أن الحديث لا يصح، وإنما مخالفتنا لأنه اجتهاد من ابن عباس لا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والقواعد العامة تخالفه. والأمر الثاني ما ذكرت لكم أنه قد يكون محمولا على فيما لو لم يشترط الجز أو لم يكن معلوما موافقة للقواعد العامة الكلية في الشريعة. الأمر الثاني وهو قال ولا لبن في ضرع، وسبق معنا إشارة لقضية بيع اللبن في الضرع. واللبن في الضرع أيضا فيه خلاف على قولين، فالفقهاء أولا متفقون على أن اللبن في الضرع لا يجوز، ولكنهم مختلفون في نطاق جوازه، يعني أو في نطاق حرمته عفوا، لنقول في نطاق حرمته متى يصح ومتى لا يصح. فمشهور المذهب أن اللبن في الضرع لا يجوز مطلقا، لا يجوز بيعه سواء كان ينظر للضرع أو لا ينظر، ولا يجوز أيضا بيعه ولا الإجارة عليه. كيف الإجارة؟ يأتي شخص ويقول استأجرت هذه الدابة لأجل لبنها، لا أريد ركوبها ولا أريد الحراسة إذا كانت مثلا أو ما في لا حراسة طبعا في من له لبن، لكن استأجرتها فقط لأجل اللبن. فالمذهب يقول لا يصح، لأن إجارة الدابة لأجل لبنها في الحقيقة هو عقد على ما يستهلك، فهو بيع فلا يصح. واضح المسألة؟ لأن عندهم قاعدة أن إجارة ما يستهلك باستيفاء المنفعة منه لا يصح، فعندهم العقد غير صحيح. طيب الرواية الثانية في المذهب يقولون إن الأصل أنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع، لكن يجوز في حالات. طبعا لا يجوز في ماذا؟ قالوا لا يجوز فيما لو كان مشاهدا، قال شفت هذا الذي في ضرعها الآن اشتريته بكذا، فيقول هذا هو المحمول عليه النهي المشاهد، فالنهي محمول على بيع المشاهد فقط. وأما الجائز فإنه يجوز بيع الموصوف، فيقول بعتك، وش الوحدة التي نتعامل فيها؟ غضارة، نقول تعرفون الغضارة؟ يعني إناء الغضارة هذه، أو بعتك كأسا من هذه الشاه، يقولون يجوز. الرواية الثانية، الرواية الأولى ما يجوز حتى يحلبه ويقول بعتك هذا الكأس هذا الحليب، قبل حلبه ما يجوز. فالرواية الثانية إذا كان مشاهدا في الضرع لا يجوز، لكن إذا قال بعني كأسا موصوف من هذه الشاة يجوز، أو بعني مقدار كأس أو غضارة أو 10 غضارات لبن شاة أي شاة يجوز. فكما يجوز بيع الموصوف مطلقا من اللبن، فيجوز بيع موصوف من شاة بعينها. هذه هي الرواية الثانية في المذهب. قالوا لأن يعني هو في الحقيقة بيع الموصوف وبيع الموصوفات تتساهل فيه، إنما النهي لأجل أنه المقدار والضرر والغرر الموجود في أجل هذا الشيء. طيب ينبني على ذلك في قضية الإجارة، هل يجوز استئجار الدابة لأجل لبنها أو حليبها؟ الرواية الثانية نعم يجوز، لأنه من باب بيع الموصوف للبن، وبيع الموصوف يجوز ويتساهل في هذه العقود، فتساهلوا في هذا الأمر تساهل بين، وقاسوه على الضئر وقاسوه على غيره. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، والمراد بالمضامين هو ما في أصلاب الفحول
وذلك جاء في الموطأ أن سعيد بن المسيب لما ذكر هذا الحديث وأرسله في الموطأ قال: المراد بالمضامين ما في ظهور الجمال، هو ما في معنى أصلاب الفحول من الجمال وغيرها والخيل وغيرها، وسبق معنى هو بيع ضراب الفحل فلا يجوز بيعه. قال: والملاقيح هو ما في بطونها من الأجنة. قال سعيد في الموطأ وهو الثابت من هذا الحديث قال: ما في بطون إناث الإبل. قال هذا الحديث، قال المصنف: قال وفي إسناده ضعف، لأنه لا يصح في هذا الإسناد الذي جاء من حديث أبي هريرة، وإنما الثابت في الموطأ أنه من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: قد ثبت عن سعيد عن أبي هريرة، لأن بلاغات سعيد بن المسيب إذا وصلت من طريق آخر، طبعا عنده بعض الإرسال، سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب أولا، فنقول إن ما ذكره سعيد من أقضية عمر مع عدم إدراكه له محمولة على اتصال، لأن سعيدا كان من أعلم الناس بأقضية عمر، وإن لم يدركه فإن ما نقله من الأقضية معتبر ومقبول، لأن الصحابة كانوا يراجعون سعيدا في أقضية عمر. هذا واحد. الأمر الثاني أن ما أرسله وجاء أنه من طريق أبي هريرة فإنه محمول على الاتصال، لأن سعيدا كانت له قرابة بأبي هريرة ونسب، فهو عالم بخبر أبي هريرة، والذي جاء في الموطأ من غير ذكر لأبي هريرة مرسلا إنما لأجل التفسير الذي فيه، وهذا توجيه يعني معنى، وإن كان يعني سمجزوما به توجيه معنى قول ابن القيم قد ثبت عن سعيد عن أبي هريرة وإن كان غيره من أهل العلم قد ضعفه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أمر أنه لا يجوز بيوع الغرر في بيع الضراب وهو المضامين، ولا الملاقيح التي تكون في البطون وهو الحبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الخيار. باقي حديث، ما عندك الحديث؟ حديث أبي هريرة. طيب أنا عندي حديث ليس عندك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذه الجملة: من أقال مسلما أقال الله عثرته، أصل الحديث هذا ورد في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وجاء الحديث كاملا من غير هذه الزيادة، وإنما تفرد بذكرها أبو داود وابن ماجه وليست في الصحيح. وإعراض صاحب الصحيح عن هذا الحديث إنما هو لتفرد بعض أصحاب الأعمش به دون باقي الرواة، وبهذا أعله ابن رجب رحمه الله تعالى، بل ذكر ابن رجب أن بعض الحفاظ كأبي الفضل بن الشهيد الهروي والدار قطني أعلوا هذا الحديث بكليته، بأن أبا صالح بأن الأعمش لم يسمع من أبي صالح هذا الحديث، لأنه جاء في بعض الطرق أن الأعمش قال: حدثني من سمع أبا صالح. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن الإقالة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته، ففيها استحباب. والمراد بالإقالة هو أن يرجع كل واحد منهما لحاله الأول في البيع، فقد يبيع شخص شيئا ثم يندم أنه قد باع لسبب من الأسباب، لحاجته أو جاء من يندمه أو وجد ثمنا أعلى منها أو نحو ذلك من الأسباب، فيرجع لصاحبه فيقول: أقلني، يعني أرجع لي البيع. فهذه تسمى الإقالة، وهي مستحبة وليست واجبة، ليست واجبة. هذه الإقالة هل هي فسخ أم هي عقد جديد؟ المذهب أنها فسخ وليست عقدا جديدا، ويترتب على ذلك آثار. الأمر الثالث ما سبق الإشارة له قبل، أن الإقالة عند الفقهاء يقولون تجوز إقالة بلا ربح وتجوز إقالة بربح، فيجوز له: أقلتك بكذا، فهذا يجوز. وهذا الإقالة بربح لا يستلزم أن يكون بيعا جديدا، بل تبقى على كونها فسخا مع ربح. وينبني على ذلك مسائل كثيرة جدا في قضية تكييفها عقدا أو تكييفها فسخا، والمذهب وهو المعتمد أيضا أنها فسخ لا عقد جديد. نعم، نأخذ الحديثان الباقيان. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الخيار.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ مسلم. طيب، قبل أن نبدأ أشرح الحديث أو نقف؟ يعني شوف، كثير من الأخوان بدأ يأتيه النوم، تريدون نقف؟ وقفنا، أكمل الحديث والحديث الذي بعده والذي بعده، ما رأيكم؟ شو رأيك حمزة؟ أنا مع الأكثرية. ما رأيكم؟ لأن أحس أن البيوع هي ليست كالعبادات، العبادات أغلب الأحكام في الذهن، وأما البيوع فأغلب الإخوة الحاضرين أغلب أحكامها ليست في الذهن، ولذلك هي معلومات جديدة. كم يأخذ وقت الشيخ؟ سيأخذ، لأن فيه إشكالات كثيرة جدا هذا الحديث في معنى التفرق وما يتعلق به. لعلنا إذن نقف هنا، لأن الساعة الآن إلا ربع، وأخرنا الأخ الحارس شوي تنحنح، يمشي وتنحنح، فلعلنا نقف هنا. وهي ثلاثة أحاديث إن شاء الله تأخذ منا ربع ساعة أو ثلث ساعة إن شاء الله. الأسبوع القادم نبدأ به إن شاء الله مع باب الربا كاملا إن شاء الله عز وجل، فيكون موضوعان، يعني نظرت قبل قليل، فيكفينا إن شاء الله إلى السلام بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء يتعلق بالأسئلة الدرس؟ شيخ في سؤال. شيخ نبدأ بك ولا؟ يلا نبدأ بك، أنت القارئ، لك واسطة. سمشي. الآن لماذا فرق بين بيع المنافع وبيع الأجزاء أو الامتلاك في لبن الضرع؟ جوزوا بيع منفعة الله. هذه ليست منفعة، عين جعلك في الجنة. هم يقولون إن هذه ليست منفعة. هذا على الرواية الأولى، أن بيع اللبن في الضرع هذا بيع لعين. الرواية الثانية في المذهب يقول لا، هو ليس بيع عين، إما أن يكون بيع موصوف أو أنه يكون من بيع المنافع، فالمنافع التي لم تتولد هذه منافع أيضا. موصوف يجوز، يجوز الموصوف. هل يجوز السلم في اللبن؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون بوصف بوصف يعني معين يميزه عن غيره. طب تفريقته عن الإيجار؟ الإيجار منفعة. الإيجار ما تصح منفعة. أن يستأجرها لأجل اللبن؟ لا لا، إيجارة عقار مثلا منفعة. منفعة إيجارة الدابة لأجل الركوب يجوز. طيب اللبن؟ إيجارة الدابة لأجل لبنها ما يجوز. للغرار يا شيخ؟ لا، المنفعة غير معروفة هنا. إذا قلت إنها منفعة، الحقيقة ليست منفعة. هم يقولون هو بيع، استأجر شيئا يستهلك، الركوب ما يستهلك، فهو استأجرها لأجل، فهي مآلها لأجل اللبن، فهي مآلها أنه باعه اللبن. وهم يتوسعون في حرمة بيع اللبن. المذهب كل بيع لبن ما يجوز. الرواية الثانية يجوز في حالتين: إذا لم يكن مشاهدا بأن كان موصوفا إما من شاة معينة أو من شاة أي شاة فيجوز. الثنية. طيب شوف يا شيخ، المذهب أن الثنية يتوس، يعني عندهم إشكال في قضية ما الذي يدخل في الثنية. طبعا هو لا شك أن الثنية نهيت إلا أن تعلم، المعلومة تجوز وغير المعلوم لا يجوز، واضح؟ طيب هذه الثنية المعلومة ما هي؟ فإنهم يدخلون أشياء داخلة في المعلومة، والرواية الثانية يتوسعون في الثنية المسموح بها. فالمذهب يضيقون الثنية التي يجوز استثناؤها، وذلك يعدون أشياء بعينها، وأما الرواية الثانية فإنها يتوسع أكثر في ضبط المعلوم. يجب أن إذا تخلف شرط جاز، لأن بعض الناس يقول، وجدت بعض الناس يقول إذا تخلفت الثلاثة جاز. لا، إذا تخلف شرط جاز، يعلم الثمن. طيب يعلم السعر، خلاص جاز. لا، ما يضر يا شيخ، يعلم السعر ثم أعطاها للسمسار. طيب نعم، والبادي يعلم السعر أنها تباع بخمسة، قال خذ بعها لي لكي لا ينظر هو، قالت هي تباع بخمسة خذها وكل لي سمسارا. هنا يجوز، لأن لو منعت منها يا شيخ
تدري ما معناها؟ معناها أن ما يجوز أن البادي يوكل سمسارا في السوق إذا كان محتاجا لأي سلعة. ممنوع حقين الخضار لأنها سلعة محتاجة، توسعنا في معنى المحتاج. ممنوع حقين الخضار يجيبون واحد محرج يحرج لهم سمسار. هنا اختل الشرط أنه أعطاها شخصا بعينه، قال كل لي سمسارا، أو أنه علم السوق سعر السوق. لا، إذا اختل الشرط المحتاج. أنا وجدت بعض الناس يقول لا بد من وجود الثلاثة، ولكن المنصوص عليه في عند الفقهاء لا، تخلف شرط يبيحها. كلامك في محله يا شيخ. وفيك يا شيخي سم الخضروات في أمال دكتور في باطن الأرض ما يجوز للضرورة، يقول هذا يجوز للضرورة لأنه لا يمكن بيعه إلا هكذا، بينما البصل والبطاطس وغيرها يمكن أن تستخرج. البطيخ ما إذا كسرت خرب، البيض إذا كسرت خط، فهذا استثني للضرورة عندهم، فيفرقون بين هذا وهذا لأجل الضرورة حاجة الناس. لو قلت ما أشتري بيض إلا مكسور في حرج يا شيخ. البطيخ أيضا، أنا شيخ أنا لازم كل واحدة تنكسر، الذي سيشتري كثير أصلا أنا أجعلها في 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 قطائها، شو يسمى الغطاء هذا اللي هي فيه يعني قشرها، في قشرها أجعلها في قشة عشان طول ما تخرب، لو فتحتها خربت يوم، يوم واحد خربانة، ففيها مصلحة لي، تشتري تجلس عندك يومين ثلاثة أحيانا. فهم أجازوا للضرورة، هذا مقصد حكمة، حكمة، هذه حكمة. الحكمة لا يناط بها الحكم، الحكم متعلق بالغرر، إلا بيع واحد ليس متعلقا بالغرر وهو السمسار لأجل الضرر، الثاني لأجل الضرر، والأول لأجل الغرر. وذلك فرقوا بين الضرر والغرر، الغرر جعلوا له الخيار، والضرر قالوا العقد باطل. هو لا شك هذا يعني معاني مقاصد، صدقت يعني معاني عامة وحكم، صدقت يا شيخ. هذا اللي شيخ محمد سمي شيخ إيه استثناء من منافع زي ما قلنا السيارة أركبها فترة، يعني شون يعني يعني يقول لك بعتك هذه السيارة وإذا خربت صلحها عندي، يبيع الورشة أيوة مجانا، هذه غير معلومة إلا أن تعلم، هذه معلومة قد تكون سيارة، لو قال سيارتي هذه بعتها ولكن سيارتي هذه تصلحونها لي مجانا، عارفينها هنا يجوز. بعدين هذه ليست من الثنية يا شيخ، هذه من الثمن، هو في الحقيقة نقد ومنفعة، مجموع أمرين الثمن. الثنية من الشيء الذي بيع، من الشيء الذي بيع، لكن هذه الصورة كل ما خربت سيارة تصلحونها مجانا، هذا العقد غير صحيح، لأن الثنية غير معلومة. إن قلنا إنها ثنية لابد أن تكون معلومة، يعني مثل إيش تدش مثل الثنية، استأجر يعني أجرتك المحل، هذا تصير كثير مثلا، يقول سأجرك هذا الدكان كاملا إلا هذه الزاوية فيها صراف، استثنيت منها الزاوية صراف، لو لم يستثنها لطالب المستأجر قيمة هذا المحل الصراف من البنك فيأخذها هو، فاستثنى في العقد قال إلا محل الصراف، هذه ثنية، فهي استثناء جزء وهكذا وإياك. لذلك عندهم الثنية في المشاع غير استثناء المشاع غير، يعني لو قال أجرتك إلا الثلث ما يصح، لأنه لا يمكن فصله، المشاع الثلث غير لا يمكن فصله فلا يصح استثناؤه، لكن لو قال أجرتك الأرض إلا الثلث الشمالي صح، لأنه يمكن فصله وتمييزه، ويمكن بيعه على القاعدة الثانية بيعه منفردا. العيب والتدليس، التدليس أن يخفي صفة، صفة أي صفة، فهي ليست عيب، فلو بيعت هكذا من غير إخفاء لما عد عيبا، لكن العيب يختلف، العيب هو نقص في الشيء يخفيه، كأن تكون السيارة مصدومة ولكن لم يخفى عيب، لكن لم يكن ظاهرا. فالفرق بين التدليس والعيب، فرقون بين الثنتين. طبعا الحنابلة يقولون أن التدليس في المصرات، كذا يقولون، ولذلك جعلوا أن التدليس خاص بالمصرات فأثبتوا فيه ثلاثة أيام ورد الصاع، ولكن هذا في المختصرات، ولكن المطولات يذكرون أمثلة أخرى. نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.